بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي، طلاب الصف الثاني عشر لمادة تاريخ الأردن. ها نحن نطل عليكم للحديث عن الوحدة الأولى من كتابنا، كتاب التاريخ الأردن. وفي هذه الوحدة سيكون اللقاء مع الأردن في العصور القديمة وحتى نهاية الدولة العثمانية، وأيضا سيكون لنا لقاء طلبتي مع استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. في بداية الأمر طلبتي، لابد علينا من أن نوضح الكثير من المفاهيم والمصطلحات الموجودة في الوحدة. نتعرف على نشأة الحضارات على أرض الأردن، نتتبع الحضارات في العصور، نبين التطور التاريخي للأردن في العصور الإسلامية، نتتبع دور الهاشميين في تأسيس إمارة شرق الأردن، ونوضح دور جلالة الملك عبد الله الأول في تحقيق الاستقلال في الأردن، ونحافظ على الآثار الموجودة، ونتحدث عن الثورة العربية الكبرى ودورها في التأسيس للأردن. طلبتي، إذا ما تحدثنا عن الأردن في العصر الحديث ومن هنا يبدأ الفصل الدراسي، نقول بأننا بهذه الوحدة عندما نلتقي مع الأردن في العصر الحديث، نحن سنتحدث عن منذ تأسيس الأردن، أي مع بداية الثورة العربية الكبرى ومع بداية أحرار العرب عندما فكروا باستقلال البلاد العربية بعد أن استشرى ظلم الاتحاديين الأتراك للعرب ودخول الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، إلى جانب دول الوسط ألمانيا والنمسا ضمن إطار دول عربية تضم البلاد العربية في آسيا. ناهيك طلابي، سيكون لنا حديث ولقاء عن الثورة العربية الكبرى، في كيفية استطاعت قوات الثورة بقيادة أنجال الشريف الحسين بن علي، الأمراء علي وعبد الله وفيصل وزيد، بتحقيق الانتصارات على الجيوش العثمانية من البلاد العربية، وتمكن الأمير فيصل بن الحسين من تأسيس حكومة عربية فيصلية في سوريا. أيضا طلابي، سيكون لنا حديث عن موضوع المعاهدات التي وقعت، مثل معاهدة سايكس بيكو، معاهدة وعد بلفور، معاهدة مؤتمر سان ريمو. هذه المؤتمرات التي كانت سيكون لنا حديث عنها. أيضا سنتحدث عن استقلال المملكة العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، منذ نشأة الإمارة مع الأمير عبد الله بن الحسين عندما كان أميرا، وكانت إمارة شرق الأردن وكانت الحدود محدودة، حتى تغيرت حسب ما تحدثنا في شرحنا للدروس، أنه كما سنقول كيف تغير من أمير إلى ملك، ومن إمارة إلى مملكة، وتعيين حدود ووضع قانون أساسي لإمارة شرق الأردن. أيضا طلابي، سيكون لنا لقاء مع دلالات العلم الأردني واشتقاقاته ورمزية هذه الألوان، إذ أننا قلنا أن علم الأردن الذي أمامنا الآن بألوانه الموجودة، الأسود والأبيض والأخضر والنجمة السباعية والموجودة في منتصف المثلث الأحمر، هذه النجمة بالمناسبة تدل على السبع المثان، وهي فاتحة القرآن الكريم. فكل لون من هذه الألوان له رمزية، وهذا من الموضوعات المهمة في الامتحان الوزاري، حيث أن له عدد كبير من العلامات، ما يقارب من 10 إلى 15 علامة بهذه الجزئية تحديداً، لأنه سيكون لنا حديث عن ألوانها، ألوان الراية الأردنية إلى ماذا تشير، وشعار المملكة إلى ماذا يرمز، وما هي دلالاته. فقلنا بأن الأحمر أو الأسود بداية يرمز إلى العقاب، وهي راية الرسول صلى الله عليه وسلم، واتخذتها الدولة العباسية راية لها. بعد ذلك يأتي اللون الأبيض، هذا هو أمامنا، يرمز إلى الدولة الأموية، وبعد ذلك الأخضر، وهو يرمز إلى آل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اتخذته الدولة الفاطمية رمزا لها.
وقلنا عن اللون النجمة السباعية وهي السبع المثان والمثلث الأحمر في نهاية الراية من هنا. وحديثنا عن شعار المملكة وهو موجود خلفنا في خلف المؤسس الشريف حسين بن علي والملك عبد الله الأول والملك حسين والملك طلال والملك عبد الله الثاني، التاج الملكي يعلوه رأس الحربة يرمز إلى النظام الهاشمي، وقلنا بأن النظام الهاشمي هو نظام ملكي وراثي، نظام ملكي وراثي نيابي، فأصبح عليه التعديل نظام نيابي ملكي وراثي والنظام الملكي النيابي الوراثي. والرايتان وطير العقاب والسنابل الذهبية وغيرها من الرموز التي سيكون لنا حديث عنها في الوحدة الأولى من كتاب تاريخ الأردن. شكرا لكم طلابي، على أمل اللقاء بكم بحول الله عز وجل في اللقاء القادم مع الوحدة الثانية والمعنونة الإنجازات السياسية للملوك الهاشميين. وهنا نتحدث عن ملوكنا من الملك عبد الله الأول، الملك عبد الله الثاني، الملك حسين، الملك طلال، وما قدموا من سياسات داخلية وسياسات خارجية، ما قدموا للقضية الفلسطينية، هذا سيكون محور حديثنا في الحصة القادمة. شكرا لكم ودمتم برعاية الله طلبتي.